ما اكتفوا بهذا الشيء، فراحوا عملوا حملات على مواقع التواصل بتدعو لهجرة جماعية يوم 15 سبتمبر اللي جاي، يعني بعد 5 أيام. طيب فيكم تقولوا أنه بعد الدعوات تحول تيك توك لعبارة عن فيديوهات لموعد الهجرة ووداع البلد؟ في المغرب عارف ما غيوقع هنا 15، النص الاخر ما عارف والو، دونك داك النص اللي عارف ردوا البال راسكم، الله يسهل على كل واحد. حباب الدراري الزوينين، الناس اللي كتسنى 15 في شهر 9، اش غنقول لكم؟ ربي معاكم والله يوفقكم، واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلها ليه. لاباري الرغدة الفلوكة عملت أزمة وتحركت السلطات المغربية ونفذت حملات اعتقال لأصحاب المنشورات اللي بتدعو للهجرة غير الشرعية سباحة، كما كثفت المراقبة على مناطق أو مداخل الحمناء أو مداخل المناطق الحدودية. وتمكنت السلطات من توقيف شخص عمره 20 سنة للاشتباه في نشر أخبار زائفة ومحتويات بتحرض على تنظيم الهجرة غير النظامية. ولكن رغم هذا لسه في شباب مغربيين كثار شغالين على تيك توك دعوات وتحذيرات من اللي حيصير يوم 15 سبتمبر. كنظن الاخوان بان الصوره واضحه ومعبره، هذا هو الواقع اللي كيعيشوا الشباب المغربي. ملي كتقطع عليه كلشي، كاين لا خدمه راه ما كاين لا مستقبل، سي نورمال اول حاجه كيفكر فيها هي الهجره. وما عرفتش واش نقول، واش لي سوء الحظ ولا لا، ولا لي حسن الحظ. اسبانيا قريبه بزاف المغرب، الله يدير شي تولد الخير. كما قلت لكم الاخوان، المسافه بين اسبانيا والمغرب قريبه بزاف، يعني ما كتعداش 14 كيلومتر كما كتشوف، مسافه اللي هي قريبه بزاف. بيان سور تشجع الناس على الهجره، ولكن الا كان كلشي متوفر لك في بلادك علاش غادي تخليها وتمشي؟ تمشي عند البلاد البرانيه ميمكنش، this doesn't make any sense you know. جاب لي الله فانا في حالة الطوارئ، في طوارئ في المغرب في فترة ديال الكوفيد ما كانش هاد الحالة بحال هكا. دير ما بقاش يجري سريه كلشي ساق للاخبار. الله يهدي ما خلقه صافي.
الشباب المغربي كيعبر للسلطات المغربيه بطريقه ذكيه وكيقول لهم يا تخدمونا ولا نهربوا ولا نهربوا لاسبانيا. وغدا 15 وهذه الحمله هذه عملوها من الشهر اللي فات في المواقع، وحوالي 60,000 شخص حاليا موجوده في النواحي وبالاخص في الفنيدق. وهاد الشباب هادو اللي تجمعوا في الفنيدق فيهم حتى التوانسة والجزائريين والأفارقة، وكينتظروا غدا باش يمشيوا لاسبانيا. وحظ موفق لكم، انا كنشجعكم على هاد الطريقة هادي، وان شاء الله تنجح لكم هاد المحاولة هادي وتوصلوا للسبتة. صراحة عشان لا تعلق على هاد الفيديو هذا، انك تشجع بنادم باش يريسكي براسو بالطريقة هادي، ما عارش نقدر نقول ما نتفقش معك. هذا من جهة، من جهة اخرى كاينين اوضاع، كاين اوضاع او كاين مشاكل اللي هي السبب في الظاهرة، خصها تعالج في اسرع وقت. راه شيء خطير، ناقوس الخطر. واش كتعرفوا ان الشباب اللي غيهز المستقبل باغي يهرب؟ يعني راه كاين خلل كبير، خص يتصلح في اسرع وقت. أفاد مراسل الحدث في المغرب أن السلطات دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الفنيدق شمال المغرب على خلفية دعوات تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي تدعو للهجرة غير القانونية سباحة عبر البحر المتوسط باتجاه مدينة سبتة الخاضعة للسلطات الإسبانية. هذا ما كان الإخوان بالنسبة لموضوع ده الفنادق والهجرة اللي غتكون اليوم الأحد. الله يدير شي شاول ديال الخير للشباب ولينا وليهم كاملين، وكنتمنوا من الناس اللي شاد شي منصيب يحاول يصلح، حيت راه هادشي راه خطير اللي كيوقع في المغرب. السلام عليكم.